الفيلم هزني للحظة انتقلت إلى الأفلام ليوسف شاهين، ما أعرفش يعني حصل ميلانج في راسي لنابليون بونابرت، إسكندرية كمان وكمان، المصير، فيلم المصير. المضمون لا أستطيع أن أتحدث عنه الآن، يجب أن أفكر أكثر وأعود إلى البحث عن هذا الرجل، عن هذه القصة كما تقول الرواية بأنها حقيقية. أريد أن أفهم، أنا غير مستعجلة عادة لكني منفعلة بالإخراج، الإخراج لأستاذ سهيل كما تعودنا عالمي ومبهر. الفيلم المغربي يستحق المشاهدة، أدعو الجميع لمشاهدته لما ينزل، وأعتقد بأننا لو شاركنا في مهرجانات عالمية قد يحصل على جائزة أحسن مخرج سهيل.